اختلاف في الرأي الفقهي الرأي الحنفي. طبعا الرأي الحنفي أصلا أنا بحث المسألة بحث فقهي في الدكتوراه. المذهب الحنفي أصلا اختلف في هذه المسألة إلى أربع مسائل، يعني طالب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وإلى آخره. طبعا الحالات اللي كانت بتحدث في السعودية وتطلبت أيوة. هذه الإجراءات. هو شوف، هو كان في أشياء خفية في دعاوى العطل. هي دعاوى العطل ليست بجديدة في أهل القضاء السعودي، قديمة، بل إن حق مشروع الله عز وجل يقول ولا تقبل الظلم، وآيات العضل كثيرة، فهي أصلا موجودة في صدر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السلطان ولي من لا ولي له، فكل السلطان يتولى أو الحاكم الشرعي المولى من السلطان